اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه. قال القرطبي جامع تفسير حلي هو جامع كتاب قرطبي حد قرطبي اسبانيا بذاتي اسلام عندي بناتي بذاتي قرطبي بايوي تفسير اليومي أقسم الله عز وجل بالعصر الله بي ترأوي عصر بي ترأوي دهر انت بايونا كحل بديح بايو ما زمن زوج عصر الحل زاشو منارو ينو قادانا مكتي زاشو منارو يبزي كرم نيوانتا يكا يقلني مرحبا وهو الدهر في عصر وي زمن جميل وي حلوي ابي تولد بحليني قال يا ابي نيرا المدي دهر بنتا هلا رايك امي يا خام رايك مرحبا لما فيه من التنبيه زاد بالي بايت تاوي عصر بيوي فريق موش على باوي لتصرف الاحوال زمن بيك من سبب بي حالات متني واس يبيبي حالات متني واوت على ويدور حالات خان بعدات حال خان حال حال يو خان افرادات خان يو ابيت ولا داليني قال ندر ما يكون على راجع واي يكون ميراج مين مش تكمل كل شيء متني واوت على يعرف يا الله وما فيها من الدلالة على الصانع لما فيها بقى وما فيها من الدلالة أحوالات أحوالات تنعوض أربعة ما من الزقن الباقنا لما فيه من التبديل بتصرف الأحوال وتبدلها بقى إيه وتبدل حالات ما تنعوض مزال بين بيتي بي وما فيها من الدلالة على الصانع أخام زال بي حل بي هي حوالات ما تنعوض بي بزوزوم من حل بي صانع الله من دعوة خالق وما وما فيها من الدلالة بك أنا أتيت حل بيوي تعسر بيوي على الصانع خالق بتك أنا تبي أرتوي دي جال مع أرتوي دي مع بس أعوذ بحل مع أرتوي تخيط على حل جاي دي جال قني دي جال كل شيء متني أول صالي التوا حل قلت لشيء هي قلت أم علمك قدرزو فراقوس ما كان انا احتياجهم زالوا يا زوبي يا كان علوي وقيل بايو يا خام هو قسم بصلاة العصر لأنها أفضل صلوات أحد قرماتهم والعصر صلاة العصر من مترأزون داوي من لي صلاة الأستاذة هيما حمست وقت صلاة أكل ستونجي ذات انتيما أزولي بايتي صلاة العصر من مترأزون تزاهاتهم حلو القرآن حمل الوجوه انت يا ربي يحفيت يطور عن وي بحر انت بحر بكل زوم مشاوا قال لي شتي ايش تعفسي بحر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هاي كنت شي بيسترع بحر لي بس هو ولدي خساره بحد ما من الاركه هاي جمعوا بين الايمان وصالح الاعمال لا واتي خساره بدليلات معناته انت بباخذ قلبي إيمان وا أرض لا قاتل جدابلات نار خانوا بالبلايمين فهؤلاء هم الفائزون أزيات ما تأزيات انت هيات بي لما يرخ بزالات انت وفات أزيو جميع ويرخ بزالات انت لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس يا سلام من اللي هو أزيات كش ستيمن بالنفيس أربع سيموي دنيا وكش أكيشي دنيا ما كوش سيتي وخسيس بايتي كوش بزيكيشة بايتي انتا كوش سيتي وي بالنفيس أوربي أسيبوي أري وي أوربي زنا وطعت انتا واستبدل الباقيات الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلة يا سلام واستبدل الباقيات زنا وطعت انتا يوي الباقيات الصالحات الله وطاع يسعدوا الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انت زاج محر لكن كل طعام الباقيات الصالحات ويتبقى البيت ما جاء تيحري الباقيات
الله قام وشموي ذكر ذو عزو عمري ومكانه أنا عوتوي من به الباقيات الصالحات واستبدلوا الباقيات الصالحات هيك الباقيات الصالحات ونسؤوية زيادة عوضا عن الشهوات العاجلة باتي حقين يا ليبي انت شهوات من الدنيا بياخذ تركب ذات على العاجلة فتن بياخذ مش فورز ذات سنة لا و بس شوا على لازم راحة مو شوا طاعة مو شوا اذا خشوا بدخل تبا يوي حدا قموي باقيات الصالحات ونسؤوية اردي لا قوي زرقات دلقوي الزياج وتواصوا بالحق أزايت يقول خسارة بيلو من ذاك نعم وتواصوا بالحق هي أوصى بعضهم بعضا بالحق كني زيوي كني زيو حق بي يتمامر ناروي أحد قال أحد شيء يبدأ يسأم هي وتواصوا بالحق بيتمامر زالات خانوا بالبلاي بي أحد قال كني زيو حق بي يتم يعمر بوزارته حق انت وصية تاشو زارهم حق انت الله وهو الخير كله وقت حق بالدبي اذا خشبه خير جمعه وخشبه البوبي خير بيت يتم يعمر عدوبي من الإيمان والتصديق وعبادة الرحمن ما من زال دار إيمان زوجك إيمان زوجك ما تاشي زال بايد يعمل بوز زلمان عموش زال بايد وتصديق الرحمن بابا والتصديق قلبي بحلو يا الله هو رسول زي زامن جميع محلون تبعك من تصديق مش هزال بايت وعبادة الرحمن انت ما مر بغضا دوزو أخام رحمن وعبادة متاشر من تعيو برسية تاكو ذات ذكبر خسرات الجماعة زك زخان قبض أغلو فاجو المثل سبحان الله هايا وتواصوا بالصبر أي وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب أخامة الشدائد نبي الشريك أما إذا كان يسعوا والمصائب مصيبة جنس الورد بيسعام صبر بإتمام رالوي دنيا حال دين تاوى وكون تاوى دار الأقدار انتوى حيو بشقار انتوى صبر مش هتحل بنا ما اللي طللت ما تتألى الدنيا بتقليل عن فات يتاشو موي صبر بهم يتمامر دار الخانون على قلب الايوي الزياج وقت هي حرصي في ذاليات ازاي تقول أرب جديد رجع جاي زالات انت يو بايت انت وعلى فعل الطاعات هاتي يا حبيبي طاعة مشابه يتمامر زالات بي مصيبة غير يقول صبر بيتمامر على ربانك طاعة صبر يتخش على الوقت صبحي حفايتي او مسجد بيسوي شمع مسجد مغرب كبري ساعة عصر ساعة هي ينطاع عام في البيت غش عزيك بيتي هي وترك المحرمات هي حرام وما حدك بيت وصية تسالات خانو بالبلاي بي قعبت بتيه تاب قعبو هي غسي شي يزلو سايا نصيحة يستاد وما يتحاتف وما هي يتحاتف عربا انت غسي شي بيمكا حكم تعالى بالخسار على جميع الناس الله فردوي سو جماعة سؤال جميل ديوم خسارة بزالات خسارة استبت حلوبا مع حكمة أو فردوي إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة التحرش إمدليات خاننا رجل بلايوي وهي عزيزو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إيه ندي ندي ممن انتاوي الله هو رسول الله كتاب ذوبهم أي زمن العمل استعد خانو بالبلاي بي وهي وع والعمل الصالح أوردي يا جاي قطان أوردي يا جم تكزاني وانت طاعة من زمر ومتمر مز خطر ومتخطر بعدين تعمل الصالح كا والتواصي بالحق أزو بحر اللي حق بما تمامر بي وصية ما تشرع والتواصي بالصبر أزو بحر اللي حد مصيبة حدا ما بين بيحظوا بدي يقول الفرقة فرقة تا وهو الفرقة دي بحالة صبر بين ويت ما مر زارا خان على البلاد هي حالة شيء أنت ما من عمل الصالح مدلك حد بين ما مر ما وصية ما تاشا صبر بين ما تامر زوج الشو فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان يا سلام والعمل الصالح يا سلام فإن نجاة الإنسان أبا مسلت سووي إن
تكون إلا إذا تم الإنسان. لا تكونوا بالو. لا تكونوا. لا تكون لا تكونوا. أبا مسرت أبداً ويسرت مدوي أو مسرت استرحب لا مدوي إلا إذا تم الإنسان نفسه. يرن نفسه ذو أبا أخلاق وعيب بملو عشان ملع عقل بلاي أور سفاك ملع عقل بلاي بالإيمان والعمل الصالح. حد الله ورسول رسول الله سوا كتابا سوبين والعمل الصالح بيخام أورو دي لاغاتين عمل عمل عقل بلاي بي أمام بنتا بي يكملوا ذلك يعني بنتا كعبين أمام رسول الله يومن أور دي لاغاتين مدلك وكمل غيره بالنصح والإرشاد. لحظه مو هي النادي باتين ما من ما التصديق مش ما اور مدلك بي لحظه كامل يا شارف امان درجه يا غير ازو بحل وكمل غيرهم بال غير دوم مزوك السلو بالنصح والارشاد باتين نصيحه حيت فان وا مقنع بيوي ارايزهم كامل عشان يا سالات خان بالله فيكون قد جمع بين حق الله وحق العباد. عزوسا يقول زخان أبا أو يقول ترى خبا ما يقول كذا دلعة جدلة قا فيكون يخون عربي. قد جمع بين حق الله. لا بد يخون عربي الله حقهم أكاننا من ذو عمل صالح مدلك بيكا. وسؤال حقهم أكاننا يخون عربي أبا وحاش حقهم حق من بتمامر إيمان يوما. هي صبرني امال يوجد بيت الهند. وهذا هو السر في تخصيص هذه الامور الاربعه. ينتهى به سر ذواتي اتحلت شيء اركض اركض زقادير لي هي شيء اللي بيواتي الزبلا يقول لي مسلك زوزوزو لي حرش من تعبي سر ذواتي يا حرش يوم ملاك ربا امان شيء اغني بعدين تنبيه فريق بل بلبايو أخرج البيهقي في الشعبي في الشعبي عن حديث حذيفة شعب الإيمان لو ذا الكتاب بيوي الإمام المحدث انتهي وعاجوي عن أبي حذيفة أبي حذيفة بيوي وكانت له صحبة أبا حذيفة ليك صحبة ناري صاحبنا كنبح ناري يبوي قال بايو كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أخذ هاتبي نبي صاحبي سيبيوي. إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر. أبو الله يا رب بلو. قال بالو كان الرجلان من أصحاب رسول الله. نبي صاحبي سيبيوي ما شاء الله ما شاء الله هو بخيت راعي مثلا مصافحه تشاروا مع حضر السلام عليكم التاشما السان نالو ابدا نتلاقي زيت زيتليات ناروي هي سوره وقاري اقرب لك اجباي يتلاحظ مهمانين والعصر يقرا ازوب تواتي يقول بابا وهي ذكر التاش اللي بيت اجبل ازوب حتى مش هو زي ثم يسلم احدهما على الاخر السلام السلام عليكم ميل موي على الآخر. إيه. فلا تتم بعلمه. أخانا. ثم يسلم أحدهما. كان رجل. نبي صاحب من هالو بانا كمو. إذا التقيا. استراو سآوي. لم يتفرقا. يتلايو من نالو. حتى يقرأ أحدهم أحدهما. إيه. حاجة نسان نالوكا. مليد الذي يقول رسا. والعصر مالين يزدو يقرأ أو هو يقرأ. وسب حزيو لابد والعصر يقرأ به. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر على الباكة هي اللي بايت انتهي جبل ثم يسلم أحدهما على الآخر تقبل اللي انتهى هي حق من المتنامر إيمان دينا من الدين أورد لا قلت لك بايت لي تم بعونه تم بعونه تعالى تسير سورة الحسر وفي سورة العصر الله قد قال موسى الوجوية تابي تمام خانا كمان بايوس سورة الهمزة هاي سورة الهمزة اللي دار بسم الله أنت بايو مكية وآياتها تسع قبل الهجرة والرتوة يحتاج آيات تاوي بين يدي سورة إن أنت بسم الله ليه
قصدي قربي لقيت إلا ذانا حالة نوي تعليق أنا شاء ذانا حالة نوي سورة الهمزة مكية هي التسوروي سورة الهمزة اللي حلوة قبل الهجرة عن تاوي سورة رسول المدينة زليت بس وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس تسورة قلقيتا عشت بي سورة الهمزة سؤال ما سومة عيب حمزة راجبي كل ساعة مصعب يتلوما ويأكلون أعراضهم وأعراضهم ليك ليه؟ ناموسي وي وسمعت دي متصبر راجبي بايتي سي حمزة بايتي اللي انتاكا ويأكلون ذاتا ويأكلون إيك أعراضهم كا مبلغ خير بين مبلغهم ولا خشب بينهم نعم بعد أيأكل أحب أحدكم أن يأكل أخيه زاد بيتي زاد لبيتي سعرتي وشرفاي وكل كيكلو هبل كنت كلاو أزواي ناجون كيكلت بي أو تكيك لا بالطعن والانتقاص والازدراء الزاتين ويأكلون أعراضهم بالطعن سؤال شرف لي هو نعمس يويس باب الوزارة في بالطعن والانتقاص بالطعن والانتقام من باب والانتقاص سوء طعن ومش محجة باجي انت معنا به سنام به انت والانتقاص مناقص به أخام حرز يبي والازدراء مكعيش وي سوء احتقار ومشكا يأينا به ينبري الله يا ناجو تقدر تبي يقول ستاجو وبالسخرية والاستهزاء الراكة ما تخام هاي سالات بي سب بي بي ايه عزاجو تقدر يحطو التسورة فعل السفهاء فعل السفهاء واتي وقا جيتا يا عجمع قدات جيتا يا دلاغ يشو سيو يا شعر يا سالات يا سالات انت بباتي ما ايه تقدر يحط انت سفهاء بيتين حمقى أحمد دي تعال سفيه بيتي أصله مصلحة ذو زيو تلاقى بيو قروم حشي وسيم بخام وخب بخام زيو قوين أو محلق وتبذير عشان مثل التابع الزالوين سفيه لحل وكم كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال كما ذمت الذين كما ذمت خامز وكسوي سلبت كسوي تسوروي عيبة سلبت يوي الذين يشتغلون دارك يريد كل سام شغل إذا يا سالات بجمع الأموال ديتهم اللي سام تزالات أزعتهم أمام بي تسورك عيبة عشان يخمتين تا وتكديف الثروات ديتهم تولتولا يا سالات تقديس تولى مش انت ازاتهم تقيق لي حتمي كأنهم مخلدون في هذه الحياة اي كأنما يتحن باروت المدقل بسعة كأنهم ازاتهم مخلدون يتيس على الدنيا بيتيس على فلا يسرهم ملوين يظنون لفرط جهلهم ويظنون هيك كأنهم مخلدون في هذه الحياة يظنون حانا وأنهم مخلدون باكو كأنهم مخلدون كأنها تمام كأنما بيتا نبارود دنيا نبارود بيكا الحياة الدنيا بي دائما نبرزالو كتبي يظنون مثل يحلم لفرط جهلهم جهل زيو الكوسي من مانا خنت لبايت بي وكثرة غفلتهم من ما نزل كتمة يعني إذا ما بعد غافل جت هذا جت من لباي إذا خانوا لباي تبي مثل يحلوي أن المال سيخلدهم في الدنيا واتي من ما رجع نتوي يدي نتوي دنيا به يتيسنا حل بيتي يتيسنا حل يالوي أو دور وقت النبران يالوي راح أنا إنسان وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء وختمت بايو أتحاري بي التسوى تكملت بي أو تهيلت بي من أكلت ما بذكر عاقبة هؤلاء التعساء وأتخذك أكلنا ياج تعس يعني حد نجيح ستا ياج
كافرات من توا خلق الناياج من الأشقياء شقاوة روتي اللي كتبيها من جهنم وصعدت بيبي ختمتي بيبي حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا عندك لا لا تخمد أبدا حيث يدخلون يبالوا بي نارا ساتمع لا تخمد لا تخمد أبدا زي أبد زت إفاء زت لما جيتي يبو عالي وزوبة ختم تاوي تفسير بلي تفسير بلي لنا نلوى تحطيم المجرمين تحطيم تسبابر يحطيم كافراتو ومن يلقى فيها من البشر ومن يلقى فيها من البشر الزيستوى بيقنيو دعو سجميهم تحطيم تشحاتو تسبابر لأنها الحطمة نار صخر لأنها الزيوي الحطمة لأنها الحطمة نار صخر نار صخر هيك عربي بقول نار صخر لأنها الحطمة نار صخر بليك أزبك أدم بنا نار ما أنت وما يلقى فيها من البشر تعطم المجرمين مجرمين وما يلقى فيها من البشر إيه مجرمات وتعطم تاشيحتي أزبك يجنوا دالاي يمئهم تسباب رلحتوي لأنها الحطمة نار سقر واتي الزين حطمة انت أرقب زيقاني بشيئيو تسباب لذات انت بي سقر قاد دار سقر انت الله أكبر أجعلنا الله منها دار سقر انت بي كل زيقاني بيدار شيء يمئو تحت امتى سات انت يبالو السباب ربعت انت وقت ولكن بقدرة الله جوجا مقصود الجب قليل خل عاد السباب راه مقصود الجب قام بلاه السباب اللي ذات انت زين التفسير واتي عزوم يا ختم حال انت اخذ تفسير بخل نبوه عنه قال الله تعالى الله قدر ذو العرخانة وبايا وي بسم الله الرحمن الرحيم ايش ايش تسوي ايش تسوي سكيك على بحلين ويل لكل همزة لمزة هيا أي عذاب شديد وعذاب ودماء الله عذاب شديد عذاب مويل أوركوت أبيك إذا عذاب هلا يويل وهلاك ودماء هلاك وكم زالك انت يويل دمار مسير بيتنك هلاك ودمار معناته أحد انت وكا هي ذات يويل أوركوت هلاك وخنا هلا يويل Why do you buy the land down? لكل من يعيب الناس. Why do you we? معنى إنت مع أصول حلو بيسالب زالت أو يحيم زالت جمعهم جمع أجا جمعهم Why do you we? هلاك زخاء يخون زالت انت يوه ويغتابهم سعاك يحيم زالت بي ويطعن في أعراضهم ناموس يوا شرف يومي حي أطعن يا زلات إيش شرف طالعهم شرف لو متبلي زلات عزات لي واي حلا يومي أو يلمزهم سرا بعينه أو أي أو يلمزه أو عيب زي عيب بيجيك لا يحلوي سر بي عزاج لا سمعه بي بعينه أو جاء أو حاجبه آه هجبت أخمت بي ملتاوي إمانين إنزو بي إشارة ياش بي حلو بي أخا أحد أباوي تيرو حلو مثلا كوشيش تحارب بديع انت يو أحد زو محمد دخل ينسى إين بي إشارة ياش لي حلو هو كون تيل مكة مثلا يعني أو حاجبه بي حاجب بايتي بحاجبه بي بيم بي بي أو يلمزهم سراً بعينه أو حاجبه سر بيبي إنزو بيبات إيساد إنزو بيشارع بيحلوي أو حاجب ذو بيهن كده يلحلو إنقبت ذو بيبي هاي جيب البيتو كتاك هاي المكان قال المفسرون ساحت قلو إيجي بيهن بخونا الواقع حين كده اللي داري خونا أو حد إذلت أو كذا أو كذا يبن إشارع بيكون تباها معنا بحي ما بايتوا عيب اسو مستبكا اخوتي بيملتا بايتوا بايو مفسرات
نزلت السورة في الأخنس بن شريق شريق إيه الأخنس بن شريق أو يزول لأن أبو سعود ولد تويت سورة لأنه كان كثير الوقيعة في الناس سب أرقط يا أبي برد زال النعروي حبل كنت حبيت كنت كلا قدا سؤال شرفانا مسؤول يجيك لما إسباب زال النعروي يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين يلمزهم عيب يا شباب ما يسبب من عربي مقبلين ومدبرين ما لي يجي ما لي يزور أي قروم أو كل حر إذا حدا قلنا زليت وسأعزوم والحكم عام لكن لأن العبرة بعموم اللفظ لله دروم يوجد خنمام واللفظ والحكم والحكم هي حكم وي يا أخا شريك أزو حبل زاي وباب سؤال شو عيب ليش نار بانك أزو سو بتورد ما في الدمو أما سلة تعبي أزو قلت إما إما على جوا إشارة بيسد بجارة جمعهم يسبال وانتاك يا بيبو أنت لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب آه تكون تا يحجي جوزالوي فت إس عام لفظي عام من تعماسي لان تعبيه لا بخصوص السبب يزور دليه شيء متواز ورد دليه أبا متيلي من تاع وبيتين عام من تبعتين الذي كل ما خا شازو أباو سبب بتاع تاج يورد ما كت ح أزو أبا حازالا كت إيه راي زو مزوج تبوا اللي أنت الذي جمع مالا وعدده أي الذي جمع مالا كثيرا وأحصاه ذيب خال هم زاو متعلم بدينام علم زاو متعلم بدينام لغة بعيد كلام اللغة هي اللغة هما اللغة بعيد إيه قال هم على هم زاو هم زاو ولهم زاو إيه لأن بناء فعلة يدل على أنها عادة مستمرة إيه هاي هم ومذا يجب أن تقوله عليه ومذا ولمذا قصر يجب بها بلا لا يديجا تعال إذا 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 لغة بلاغة يديجا لغة جبين همذا الهماز هايا الذي يرتاب الناس ويطعن في أعراضهم الرأس هو فيه السؤال تعني يحجم يحيمم ويطعن في أعراضهم من بعد ناموس يسباب لذلك تاوي يقول انت يقول انت يقول ما هم زعزون تاوي ولو مزح مزح اللماز الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين أها وإن كدي زوا إن زو بيبي إشارة كلا شكدا سؤال يسد بيساد بزاوي هم تاوي لوزا لومزا يلوزا إيه وذا رمزا واحد دين ديو بسم البلاد ديو بسم البلاد ليه الهمز الهمز هو الهماز بايو الهماز بايو الهماز الذي يغتاب الناس ويطعن في اعراضهم الراس بسوك الحيمة كذا ناموسي سن ناموسي وناكسي زي انت الهماز احاد لومزا لومزا مو اين زوبي هو حجابل بايتو قلت لي حلوة غي عينا ايه يتكل تبيه انت انت وماذا افي سوء نعم في اسباب ذلك انت تلك قالك على قسم لو ما زمو ام بي او اي جي بي اشاره يا شباب اشاره بذلك انت يا رخان مثلا ترى راح تستحقر هو هي قبل بيت قلت لي مناقص قصدي بك يا كنت من واحد على يوم انت لي يا الذي جمع مالا معدده إيه؟ اي الذي جمع مالا كثيرا واحصاه عزوز اخوي جمع مالا كثيرا بيع دينه السامه عن عربي لسان تاوي